أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في الحلقة الماضية عن المؤمنين الذين يلتزمون صفات وأعمالا ترضي الله سبحانه وتعالى، وهي تسع صفات. وتنتقل الآيات إلى الكافرين، وتقرر الآيات أن الكافرين ملعونين، أو أن الكافرين ملعونون. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين ينقضون عهد الله، عكس الذين يوفون بعهد الله، أولئك المؤمنون وهؤلاء الكافرون. والذين الأشقياء الذين عطلوا عقولهم عن التفكير وفهم الحقائق، ولم تعقلهم عقولهم عن الشر. العقل سمي عقلا لأنه يقلق، يعني يعقل الإنسان، يمنعه من الوقوع في الشر وفي الفساد في الأرض. عطلوا عقولهم عن التفكير في فهم الحقائق، ولم تعقلهم عقولهم عن الفساد والشر، فهم يستجمعون أصول ثلاث خصال. هذه الخصال هي خصال السوء، وبمجموع هذه الخصال تكون عكس خصال المؤمنين التسع التي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة. هذه الخصال من صفات الكافرين في الدنيا لها ثلاثة أصول. الأصل الأول من خصال السوء: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. أنا ذكرت لكم سابقا أن كل مخلوق وجد بينه وبين الله فطري أن يلتزم طاعة الخالق ويتحرر من العبودية للمخلوق، لأن الإنسان يأنف بنفسه أن يطيع مثله، بل يطيع خالقه وخالق غيره وخالق الكون والإنسان والحياة. فهذه هي الفطرة الصحيحة التي هي مركزة في نفسية كل مخلوق على وجه الأرض. فهذا كأنه عهد بينهم وبين ربهم. الكفار ينقضون هذا العهد من بعد ميثاقه، أي من بعد توكيده. أما يخلق في الدنيا ويكون له عقل وينظر الكون، لأن الإنسان يقرأ ولو كان ما اطلع على آيات الله المكتوبة المتلوة، آيات الكون في الوجود تدل على أن هناك خالق وهو الله. وعندما يدعو الداعي إلى طاعة الخالق والتحرر عن العبودية المخلوق، هذا أمر يوافق عليه الفطرة والعهد الرباني مع الفطرة، فهؤلاء ينقضون هذا العهد، وبالتالي فهم ينقضون العهود والمواثيق بينهم وبين عباد الله. إذا كان عهد بينهم وبين الله نقضوه، فمن باب أولى العقود بينهم وبين الناس، لأنهم يريدون أن يتسلطوا على الناس ويحققوا أهواءهم وصالحهم في الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذا شيء أساسي عند المنافقين نقض العهود. الأصل الثاني التي تذكره الآيات: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. هناك المؤمنون يصلون الأرحام، يصلون من يحتاج إلى خير،
هؤلاء يقطعون كل وشائج الإنسان الذي تربطه مع الإنسان الآخر، ليس مع الأرحام فقط. أما ترون أنهم يسعون في الأرض فسادا قتلا وإيذاء للناس من هنا أو من هناك؟ لماذا؟ ليبغون في الأرض. فهل يصلون الأرحام؟ لا. بعض الناس من الكفار أمه تصبح كبيرة في السن فيرميها في دار العجز حتى يتهرب من الدفع لنفقاتها، مع أنها ربته وخدمته، أمه التي رعته، التي ذهب نومها لينام ويرتاح. فمن باب أولى أخته أخوه كل مستضعف من قرابته ورحمه يقطع الصلة بينهم، لا يفيدهم لا بفائدة مادية ولا معنوية. قد تكون فائدة المعنوية أهم من المادية، ولكن هو لا يسأل، لا يعرف غير مصالحه وأهوائه وشهواته. الثالث، الأصل الثالث من أصول صفات هؤلاء الكفار، ويفسدون في الأرض. قال العلماء: كل معصية لله فساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، والآية لا يعلمون. إذن الفساد في الأرض من نشر الفجور وأنواع الفواحش والمجاهرة الوقحة بمعصية الله والتسلط على عباد الله، يعني استعباد البشر، والإضرار بالآخرين. أما تسمعون بالمثل ببعج الظرف مش أين حسد حسد حسد، الظرف ببعج وبيخرب، فلو خرب المجتمع كله بس هو يصل إلى مصالحه. عندما عين أحد أقارب البعيدين طبعا ولكنه من الأرحام رئيس معمل أو مشرف على معمل في أيام التأميم، يأخذ البضائع وناتجه المعمل، شركة بعمل كبير معامل مو معمل، ويبيعه ويضع المال في جيبه ما مع شركائه يعطيهم شيء. طبعا سيظهر أن هذا المعمل كل إنتاجه راح، أين راح؟ ماذا عمل؟ سوى فساد أكثر، حرق المعمل وطلب النجدة واحترقت البضاعة واحترق المعمل، يخرب المعمل كله من أجل أن يأخذ فائدة. هذا عمل اللادينيين بيعتبروا حالهم مال دين، دين الشيطان، يتبعون مصالحهم وأهواءهم والعياذ بالله تعالى، ويفسدون في الأرض بالكفر والفساد والتسلط على عباد الله والتسلط على أموال الناس وعلى أعراضهم، ما يقصرون بشيء أبدا، مع أن الله سبحانه وتعالى في دينه الحق أمر بكل خير ونهى عن كل شر، إن الله يأمر بالعدل. شوف الكفار عكس العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إحسان إلى الآخرين حتى الحيوانات يأمر الله بالإحسان إليهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل في ذات الأرض. إذن عندما أساءت لحيوانه ولم تحسن إليها فأماتتها ظلما دخلت من أجلها النار، وهي امرأة مؤمنة. فكيف بالذين يقتلون عباد الله نساء وأطفالا وشيوخا؟ يزعمون أنهم كافرون؟ لا لا، أكفر من الكافرين. هؤلاء يفسدون في الأرض. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، الفاحشة ما ينكرها العقل السليم، سواء كان فعل أو قول، وينهى عن الفحشاء والمنكر، الأعمال المنكرة، الأعمال المؤذية لعباد الله، والبغي، التجاوز على حدود الله أو على حقوق الناس. أولئك المتصفين بهذه الصفات والتي توجد فيهم هذه الخصال والعياذ بالله تعالى، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللعنة أيها الإخوة الطرد من رحمة الله، يعني لا مكان لهم في الجنة أبدا، ولهم سوء الدار، لهم العاقبة السيئة وهي النار التي يدخلهم الله إياها
دار العذاب يتقلبون فيها. أولئك لهم اللعنة، يعني الطرد من رحمة الله، ومن يطرد من رحمة الله فليس له إلا العذاب السيء في الدار الآخرة في جهنم والعياذ بالله تعالى. قد يقول قائل: إذا كان المجرمون الكفار بهذا الشكل من الفساد ونشر الفساد والتسلط على الناس وكذا، لماذا يرزقهم الله ويعطيهم من الدنيا؟ أحيانا يعطيهم الله سبحانه وتعالى، الله يمد الجميع. قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فربنا هنا يبين لنا بعد ما بين الكفار وصفاتهم ثم قبلهم المؤمنون، قال سبحانه: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط الرزق يعني يكثر لمن يشاء. ممكن الكفار رزقهم رغيب وعيشهم جيد، ويقدر يعني يخفف يقلل الرزق، وفرحوا بالحياة الدنيا، إذا أعطاهم الله بالدنيا افرحوا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. إذن الله تبارك وتعالى يوسع الرزق على من يشاء من عباده. يوسعه لأنه يحب هذا العبد؟ لا، إنما يبتلي الله سبحانه وتعالى العبد بالسراء وبالضراء، يعطيه ما يسره يختبره، ويعطيه ما يضره من مرض أو شدة أو قلة رزق ليختبره، حتى تظهر حقيقة الإنسان هل يختار الطريق الصحيح الذي رسمه الله ليصل إلى إنقاذ نفسه مما وقع فيه من ضيق رزق أو غيره، أو يستعجل فيسرق أو يغش أو يخدع لينال رزقا حراما. وهو عندما ينال رزقا حراما لم يأخذ أكثر مما قدره الله له. الله عندما خلقه في بطن أمه كتب له رزقه وأجله وعمله، شقي أو سعيد. فالرزق مكتوب عليك يا إنسان أيا كان، من منذ كنت في بطن أمك. يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك 40 يوم ثاني، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 يوم ثالث، صار 120 يوم، يعني 4 شهور. ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح، فتقول الأم بعد 4 شهور تحرك الولد، لأنه صار فيه روح. الأول كان قطعة ميتة وخلايا تتكاثر. يأتيه الملك بعد 4 أشهر فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات يكتبها الملك من سجل علم الله، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. إذن رزقه مكتوب منذ كان في بطن أمه. فالذي يؤمن بالله ورسوله إيمانا صحيحا كاملا، عندما يقل رزقه يعلم أن هذا اختبار وابتلاء من الله، يصبر ويبتغي الطريق الحلال إلى تحسين رزقه، ولو ابتغى الطريق الحرام لا يحصل إلا رزقه أو حصل أكثر. أجل أيضا، ولفلان مات لو ما رايح على الحرب ما كان مات، سيموت في نفس الطريقة التي قدرها الله له. وإذا كان لن يموت لن يموت. قدر الله كما ورد في الأثر أن تنزل صخرة كبيرة ضخمة على إنسان، هذا قدر الله أن تنزل عليه. هذه الصخرة لو نزلت على إنسان قتلته، يندهس ينهرس تحتها. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبي من أنبيائه ممن كان قبلنا أن الله سينزل عليه الصخرة، ولكن بطريقة لا يضرر فيها، ما انتهى أجله. فكان كلما ذهب إلى عمله وعاد سيمر طريقه من هنا من تحت هذه الصخرة، فينزل عليه شيء منها. كلما ذهب ينزل عليه شيء منها، يعني الصخرة كلها تنزل عليه ولكن شيئا فشيئا، إلى أن وقع القدر بعلم الله في اليوم والساعة التي تنزل عليه الصخرة، نزلت عليه الصخرة وكانت يعني شيء خفيف مثل التراب، تغرق في التراب ومر وما أصابه شيء، ما انتهى أجله. لو انتهى أجله شوكة تصيبه فيأخذونه إلى المستشفى وبإسعاف وبسرع وجه الأطباء والآخرين ويعطونه ضد الكزاز وكذا، ما يدركون جرثومة إلا وأن أثرت في جسمه وفي دمه، والله صار معه تسمم في الدم
ولحقوه وسنلحقه جميعا. مات لأنه انتهى أجله بشوكة بمسمار، وواحد تدخل رصاصة في دماغه، هاي سنة 80 سنة الخنزير الأكبر. أهله اعتبروه مات، أحد الأطباء شافوا عم تنفس فقال له لم يموت، حملوها الربو إلى تركيا فأخرجت الرصاصة وشفي والتقيت به في الرياض. قلت له أنت مت؟ أم عرفتني بنفسه فلان فلان ونفس معنى أنت مت؟ قال لا، انتهى أجله. من يوم أنت مكتوب في بطن أمك كتب الله رزقك وأجلك وعملك وشقي أو سعيد. فأجمل في الطلب يا إنسان. ذلك المؤمن مرتاح، يعلم أن كل شيء بتدبير الخالق، وتدبير الخالق فيه حكمة، ولما اطلعنا على الحكمة الله حكيم ولا يفعل إلا ما فيه الحكمة. إذن الوصف الثالث للكفار أنهم يفسدون في الأرض. أولئك المتصفين بهذه الصفات لهم اللعنة ولهم سوء الدار. المستجمعون لهذه الصفات لعنهم الله وطردهم من رحمته، فلا يمكن أن يدخلوا الجنة، لأن رحمة الله هي الجنة. ولهم سوء الدار، سيدخلون النار يعاقبوا فيها العقاب السيء. الله إذن الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده اختبارا وابتلاء، ويقدر يقدر الرزق ابتلاء وابتلاء. هذا استدراج من الله، يقدر الرزق يقدر الرزق على ناس ولو كان كسروا يعني فسقوا أو انحازوا عن شرع الله. قال تعالى في الاستدراج: أيحسبون أنما نمدهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وذكر ربنا تبارك وتعالى حقارة الدنيا وزوالها التي يغتر بها الناس فيخالفون أمر الله من أجل الدنيا، ولو أنهم اتجهوا إلى الحق مما أنزله الله لحازوا الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. الفتيل الخيط في شق في النواة، نواة التمر في خيط يفصل النواة إلى قسمين، لا يظلمون بقدر هذا الخيط. ويقول سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وروى مسلم في صحيحه والإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم، في اليم يعني في البحر، إذا حط إصبعته فلينظر بما ترجع. كم بتشيل؟ ما شالت شيء من رزق الله إلا قطرات من الماء. وأيضا الدنيا بالنسبة للآخرة كهذا الشيء الذي حملته الإصبع من البحر. وروى مسلم في صحيحه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك ميت. الأسك هو قصير الأذنين، ميت، فقال صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين ألقوه. جدي صغير ما لقي ما مات بزبتوه ما لقي، الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو أنها تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. العطاء الحقيقي في الآخرة، الدنيا زائلة. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية، آية من ربه: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. اعترضوا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ما في دليل حسي، معجزة حسية مثل عصا موسى يرميها تصير أفعى كذا. في للرسول صلى الله عليه وسلم معجزات حسية شافوها بعينيهم ولم يصدقوا، ولكن ما أعطاهم الله المعجزات التي يطلبونها. قالوا له: اقلب اجعل لنا هذا الصفا ذهب. جماعة بدل يتعنتوا، لو سوالوا الذهب ما رح يؤمنوا. فقال له جبريل: إن شئت أعطاك الله ما يسألون، ولكن إذا كذبوا سيقتلهم جميعا يبادوا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يا ربي، افعل ما تشاء
وأعطي من التأييد والحجج ما تشاء. فكان له أعظم حجة صلى الله عليه وسلم هو القرآن، أعظم حجة القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. من الذين يهتدون؟ الذين آمنوا بالله، صدقوا أن الله هو الخالق المالك وله الطاعة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن قلوب هؤلاء بالإيمان وبطاعة الله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال ابن عباس: طوبى لهم أي قرة عين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، معنى قول ابن عباس: سيكون لهم يوم القيامة عيش طيب عظيم وحسن مآب، حسن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فيستقبلون ويدخلون جنة الخلد عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا على الحق وينصر الحق ويجعلنا من أهل الحق، فنكون من الفائزين بإذنه سبحانه وتعالى، ويكون لنا المآب الحسن. والحمد لله رب العالمين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.